السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، لما نساو خوتنا اللي في الغربه. الشيء اللي صرا البارح كان متوقع، نعم كان متوقع لاسباب معروفه. الدليل امامكم، شوفوا واحكموا بانفسكم وعلاش الفوضى اللي صرات البارح، شكون هو المتسبب. حقيقه كامله في هذا الفيديو. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. انت قبل من 18 باش كنقص على اسبانيا؟ هو رسمية اسبانيا. ياك ملي تنتكلموا على التكوين راه من احسن ما كاين، وباش كنقص على فرنسا؟ وباش كنقص البارحه لايطاليا؟ ايطاليا. ياك مع هادو اللي لعبنا، اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. اما الاخرين كاع ما نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دونترينمون. معليش. مثل ما شفتوا ومثل ما سمعتوا، شكون هو المتسبب؟ هو رقم واحد لكن العداء للجزائر، هو معروف، فوزي لقجع. فوزي لقجع قال لك لعبنا مقابلة تدريبية، هذه عندي مدة من اللي قلتها، استخفاف بشبان الجزائر لمنتخب أقل من 18 سنة تاع سلاطني. هذا مسؤول في الاتحاد الإفريقي. نعم، هذا مسؤول في الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الافريقي ما عاقبوش وما راحوش راح يعاقبوا مهما يطاول على الجزائر ولا حتى على اطفال صغار، ماهوش راح يعاقب. لكن انا الرد اليوم على لقجع وعلى الاعلام السخيف، بين قوسين اسمحوا لي في الكلمه، الاعلام الخبيث، احترامي الكل اللي يسمعوا فيا، الاعلام هذا الخبيث يصورنا الضحيه
لكن ما يصورناش المتسبب اعتداء وا 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 على اللاعبين المنتخب المغربي والضرب والجزائر جيران السوء وا وا وا. هذا الإعلام الخبيث. أنا لما كي نتكلم عمري ولا نتكلم على الشعب المغربي ولا الأنصار ولا حتى اللاعبين تاع المنتخب المغربي، جامي لنقول كلمة سيئة فيهم أو ضدهم. لكن اليوم راح نداوي الإعلام هذا المريض والصحافة المريضة بداء ولا فيروس اسمه الجزائر. إذن يا صحافة المريضة، ثم شفتوا ضرب ورد، ثم شفتوا ردة الفعل، لكن ما شفتوش كل الفعل. الفعل هو الحارس المنتخب المغربي اللي هو جات منه الفعل وهو اللي استفز وراح تهجم على لاعبين المنتخب الجزائري لما انتهى ضربة جزاء بفوز المنتخب الوطني الجزائري، وبعدها اللاعبين كانوا في الفرحة، راح هو للاعبين اثنان وسبهم وتهجم عليهم وراح يضرب فيهم. طبيعة الحال كيفاش انت في بلادي في ارضي تسبني وتضربني ونقعد نتفرج فيك نقول لك برافو ونصفق عليك؟ ما تصرعش خاصة بالجزائريين دبنا حالي، ما تصرعش. واي اي اي دولة، اي دولة حتى عربية ولا افريقية تسبه وتضربه ويقعد يتفرج فيك، جامي صرات. لازم تكون ردة فعل. وهذا مولاد صغار 15 16 سنة، حتى ولو كانوا كبار الاكابر، حتى لو كانوا كبار عندهم 25 سنه ولا 27 ولا 30 سنه، واش راح يتفرج فيك؟ انت تسبه وتضربه في بلاده وراح يسكت لك؟ جامي صرات. انت اللي بديت، انت اللي كانت عندك الفعل كان عندك انت، وانت اللي سبيت وانت اللي ضربت. كيفاش تسب في بلادي وتسبني وتضربني وقاعد تتفرج فيك؟ طبيعة الحال لازم تكون ردة فعل. هذا شيء امر منطقي. بصح الاعلام الخبيث يصور اللي احنا مظلومين والضرب والاعتداءات اللي صارت الا على المنتخب المغربي، وكما جاش الاعتداءات هذه راه تحصلنا على الكاس. شو الاعلام الخبيث؟ اما فوزي لقجع، عندي مده باللي كنت نقول باللي هذا الانسان المفروض يتعاقب من قبل الكاف، يتعاقب. نروحوا لحاجة اخرى، شوفوا الصورة هذه، صورة واضحة، لاعبان مغربيان يتعدوا بالضرب على لاعب رقم 8 عبد المجيب اللي يلعب في أليكونت في إسبانيا. هذه ما شتهاش إعلام خبيث، إعلام الزهرة، يا الزهرة ما شتهاش هذه، الزهرة هذه ما شتهاش، يا لقجع المريض ما شفتهاش هذه، يا الحقودي ما شتهاش، شفتهاش، إعلام الخبيث، الصحافة الخبيثة، هذه ما شتهاش. هذه في اثناء المقابله، هذه وش سموها؟ زوج مغاربه تحموا في جزائري، بصح جزائري هو ما ضرش، هما اللي ضروا. نزيد لك نروحك لحاجه اخرى، شوف الصوره هذه من الانستغرام نتاع اللاعب مسجل الهدف اللي كان في الاحتياط، لاعب نونت الفرنسي شحيمه اسماعيل. شتو مايو تاعو تريكو، شتو مايو؟ نهضر معاك يا صحافة خبيثة، يا لقجع. شوف مليح الصورة هذه، هذه مشتوهاش. لما تصوروا نفسكم ديما احنا خاطئين، احنا ضربونا، احنا هما ديروا المشاكل، احنا تاع كرة القدم، احنا تاع كذا، احنا رانا ناس أبرياء، ولو كان ما جاش هذا الاعتداء كنا نفوزوا بالكاس. هذه ما شفتوهاش، لاعب نونت الفرنسي، هذه الدمومات اللي في المايو تاعو في التريكو تاعو، ما شفتوهاش. الضرب نتاع عبد المجيب، زوج يضربوا في عبد المجيب، ما شفتوهاش. وهذا وين صرا؟ في ارضي وفي بلادي. هذه راهي في ارضي وفي بلادي، تعتدي عليا وتضربني ونعود نصفق لك ونضحك لك نقول لك زيد اضربني. هذه مليحه، هذه تحوسوا كيما هاك، تحوسوا تضربني في بلادي، تسبني، تستفزني وتزيد من فوقها بونيس، تضربني وانا نصفق لك نقول لك معليش، عندنا روح رياضيه وخاوه. انا اللي قلتها ونعاودها، ما عنديش مشكله مع الشعب المغربي، وما نديرش الفتنه، جامي ندير فتنه ضد الشعب المغربي الشقيق. انا نرد على الصحافه الخبيثه الماجوره،
والرد على لقجة أكبر خبيث وأكبر عدو للجزائر. وعندي سنوات من اللي كان حتى وقت زرشي كنت نحذر نقول بهذا الشخص راهو حقودي وردوا بالكم إلا راهو تصافح مع زرشي ولا دار علاقة مع زرشي ردوا بالكم راه ما يحب كمش ما يحب كمش. لكن كان واحد ما يسمعنا يقولنا تكره زرشي على كل حال الله يسهل الناس خلي تهضر على روحها. حذرت منه هذا الخبيث هذا لقجة حذرت يا ما حذرت لكن واحد ما يسمع الكلام للأسف. وتكلم هذا أكبر خبيث وأكبر عدو للجزائر وما يحب ولا جزائري يتقلد منصب ما لقريح يتصافح مع زرشي ويتصور معه ويضحكوا في زوج بصح ما يحبكش من الداخل ما يحبكش يكرهك ماذا بيك تبقى ديما الروطار وديما الاخر. لانه علاش هذا الشخص هز الرونكيل الحقد من عند روراوة سابقا كما بهدلوا روراوة بقى شد الحقد حقودي انسان حقودي يكرهك بذراع ما يحبكش ما يحبكش هذا بقى شد الحقد ويكرهك الشيء اللي صرا والشيء دار له روراوة يخلف فيه الثار راه يخلف فيه الثار فيه زرشي فيه شرف الدين عمارة في مام حتى زفزاف ما يحبكش بالذراع ما يحبكش مام حتى زرشي ما يحبوش يتصافح معاه بصح ما يحبوش ما يحب ولا جزائري هذا كونتر هذا ماذا به جزائر تتمحى من الوجود. نعطيك الاخره التاليه هذا لقجع ماذا به جزائر تتمحى من الوجود واش غنزيد اكثر من هكا. انا نروح للمقابله انا والله صراحه نهضر بكل روح رياضي. المنتخب المغربي دار مقابله ممتازه باش نهضروا الحقيقه باش نهضروا الحقيقه دار مقابله ممتازه سجل علينا في بدايه الشوط الثاني لما كان شويه المنتخب الوطني في تراجع وسوء التغطيه نتاع اللاعب المنتخب المغربي في الركنيه لعبوها على الزوج ما لعبوش ركنيه مباشره جاء الهدف يعني من سوء تغطيه وخلل دفاعي. من بعدها المنتخب الجزائري بقى نوعا ما فقد المعالم نتاعو. المدرب المنتخب الوطني في الاخير تفطن ودار بعض التغييرات دار شويه ضغط. من بعد زاد دخل اللاعب رقم 13 اللي هو شحيمه اسماعيل لاعب نونت. انا صراحه تفاجات لاعب كيما هذا مديرو في الاحتياط لكن معليش التاخر هذا جاب ولو جاب الفايده تاعو تاخر يعني في التغييرات لكن جاب الفايده تاعو. دخول شحيمه بعد ما سجل هدف خلاص المنتخب المغربي انهار معنويا ضربه جزاء بطبيعه الحال يعني بحكم انه المقابله في ارضيه ميداننا مع ضغط جماهيري بطبيعه الحال المنتخب الوطني مرشح بارز باش يتحصل على الكاس. هذه هي سيناريو المقابله. مانيش ننكر بلي المنتخب المغربي داش مقابله كبيره دار مقابله ممتازه خاصه في الشوط الثاني في البدايه تاعو في الشوط الاول ثاني دار بعض اللقطات الخطيره لكن هذه كره القدم فيها خسر وفيها فايز ولازم تسود الروح الرياضيه. مهم حتى الاولاد هذو تاع المنتخب المغربي اللي تعداو على الجزائري وتعدى الحارس واللاعبين اللي تعداو على شحيمه وعلى اللاعب عبد المجيب هذو ما ضحايا نتاع واحد فاسد واحد خبيث وفاسد اسمه لقجع والشحن. هذه هي واش النتيجه تاعها واش يكون لما يكون مسؤول عاقل ما يكونش التصرفات هذه لانه المنتخب الوطني بعد ضربه جزاء راحوا اللاعبين يتحضنوا في بعضهم وفرحانين وما راحوش لجهه المنتخب المغربي الحارس هو اللي راح لهم. هذا نتيجه الشحن الزايد والخبث نتاع فوزي لقجع. اذا الصوره واضحه امامكم هذه ما شافهاش الاعلام المغربي الخبيث وما شافهاش لقجع الخبيث عدو رقم واحد للجزائر هذه ما شافوهاش. هذه تاع الصوره تاع الدماء تاع شحيمه ما شافوهاش بصح شافوا قال لك ما ديناش لاكوب بسبب الاعتداء اللي هما يتصور لهم باللي راه كاين اعتداء رغم انه كاين فعل ورده الفعل. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.